هذا الوضع اللي دائما كنشكيو به راه اليوم عاوتاني كيتكرر. هادو اجانب من لاشين داروا دوموند لهذا النوع ديال التطبيق، جا السيد الكابتن باش يهزهم، فعلا هزهم غادي بهم في الطريق، فائده بواحد المجموعه ديال العصابه اللي كتكون في كازا بور في بعض الوطيلات وفي كازا فوياجور كيتعرضوا ليه، داروا ليه نصب كامل وانتحال صفه ضبطيه يرضي مال القانون، جوع عبسوه وروعوا الناس في الشارع العام وكانوا غيوقع حوادث لولا لطف الله. هادشي هادشي راه فات الحدود ديالو، كنطالبوا مديريه الامن عبد اللطيف الحموشي جميع المسؤولين باش يتخذوا قرار في هاد التصرفات العشوائيه ديال هاد المجموعه ديال هاد البلطاجيه. هادشي راه بزاف، يوميا سبعه ديال الطوموبيلات كيدخلوا، راه ما يمكنش حنا دائما نبقاو ساكتين ودائما هادشي يبقى يتكرر. راه كنطالبوا حنا في 2021 حكومه جديده منتخبه. هادشي بزاف، تحيه لكم.